انا ودي اقول هذا ما ودي اقول هذا حال الدنيا عشان ما تكبرون الموضوع. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور السرور الله يحييك. والله ان احنا ما سوينا شيء. كيف الحال؟ في خاطرك شيء؟ كيف تخلصون بدري؟ على خشم. كيف تخلصون؟ اللي تبيه ابشر. انا باكم تبي نمدد؟ يا زياد الله يسعد قلبك. زياد الشهري. زياد الشهري. خلي البرنامج يشتي هاشتاج 200 هاشتاج 200 الله يسعدك بزنس 200 100 يوم عشانك يا مرحبا الله يبقيك الله يحيي ابو فارع يا مرحبا بك ساعة المباركة يا حبيبي كيف حالك؟ والله بخير يا مرحبا ابو فارع انا قبل الرسالة ابي ما اسمع منك بيتين اي على هالآهات الزينة يقول ما جيت ادور وراك ريال والضعف ما يقبله غير ضعيف كانك غنيا براس المال فانا غنيا عن التعريف الله 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 يا سلام عليك بيض الله وجهك صح الله لسانك عزاله انك غنيا عن التعريف يا الله يرحم والدينك الكلام اللي سمعته صح اليوم وش ان اليوم اخر يوم اليوم اخر يوم لكن بمشيئه الله انتم ترى ما انتم طنين الاسبوع الجاي بتلحقونا الوعد الاسبوع الجاي بمشيئه الله لكن والله ان احنا كسبناكم اخوان والله انك دائما تقول الله يجعلنا دايم تقول الله يجعل يومي قبل يومكم وراح جاء اليوم اللي جاء الرب يطول لا 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 ان شاء الله ما بعد وصلنا للمرحله ذي الله يقلع ابني انت كنت معنا احنا الله يطول عمرك عاد احنا موجودين الله يطول عمرك طيب نبغى رسالتك يا فهد بشكل مختصر يعني انا الحديث معك ذو شجون وانا والله مشتاء وحزين ان بنفارق الله يطول يعلم الله الله يطول والله العظيم اني بفقدك خاصه الظهريه يعني ارحمك الله نصح الظهر ما شاء الله تبارك الله ونقابل الوجه الطيب ونقابل كل نقابل ابو خالد ما شاء الله والله نصح والله مبتسمين والاموركم زينه وما فيكم على قولتهم اللي شايف نفسه ولا زام من عمره لكن الله يبيض وجهكم والله ما قصرتوا وكفيتوا ووفيتوا وجملتوا وكملتوا والله يجعلنا ان شاء الله عند حسن ظنكم وحسن ظن الناس الطيبه وحنا والله نبي نفقدكم الله يجعلك والله العظيم انا لي وبيض الله وجهك يا لكن حبيبي لكن الله ان يسر امورنا واموركم ان شاء الله انتم متواجدين يا ابو صاحب باذن الله بعد البرنامج والموزع يعني تسلم بيض الله وجهك يا ابو فارع وهذا من طيبك وطيب راسك طيب في خاطرك على في خاطرك شيء لا والله لا والله ولا ما في خاطرك شيء علي انا ما في خاطري لا على مثلح ولا غيري من الاعداد ولا المتسابقين ولا الرياض كامل مره اي والله لا خلي الرياض علي لا خليني اعمها بس والله ان شاء الله الله يوفقك الله يجعلك تسلم الله يرحم والديك الله يطول لي عمرك يا حبيبي مرحبا بك طيب المتسابق اللي بعده من موجود عندك من الشباب